Zombie apocalypse. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جايكم تفاصيل لعبة كود اللي راح تنزل يوم 25/10/2019 بهاي السنة ان شاء الله. طبعا نزلت ثلاث نسخ باللعبة، نسخة الستاندر اللي هي $60 طبعا اللعبة، وبيها كابتن برايس بلاك اوت كاركتر اللي هي شخصية كابتن برايس، واللعبة طبعا وش اسمه ايرلي اسيست اللي هو يعطيك الصلاحية انه تلعب اللعبة. راح اتطرق عليها باخر الفيديو. النسخة الثانية، نسخة $80، راح تكون بيها ثلاث شخصيات اللي هي مثل ما موجودة بالجولد، ثلاث شخصيات موجودة مفتوحة حسب ما طلعت الإشاعات انه 15 شخصية، يعني 15 تخصص راح يكون باللعبة، فهذا ينطيك ثلاث شخصيات. النسخة الجولد اللي هي نسخة $100 راح ينطيك كل مواصفات او كل تفاصيل النسخ اللي قبلها الاولى والثانية، زيادة عن اللي هي النايف اللي هي الحربة، وشعار بلاك اوبس 4 اضافة الى 3000 بوينت. اوكي، بالنسبة للثيم، اول ما تشتري اللعبة راح ينطيك ويا اللعبة طبعا حيكون اكو ثيم. هذا طبعا الثيم، طبعا الثيم كلش حلو، تقدرون تفعلون بالبلاي. بالنسبة للعبة طبعا راح لجماعة البيتا اللي ماخذيها بيتا، راح تنفتح البيتا يوم 12. طبعا البيتا راح ينزل حصريا على البلاي ستيشن، يعني ما ينزل على لا اكس بوكس ولا بي سي، راح ينزل حصريا يوم 12 اللي ياخذوها بري اردر. اما لجماعة اللي البيتا اللي ما اشتروها راح يقدرون يلعبوها يوم 14 و16 ويوم 21 و23. اما لجماعة الاكس بوكس والبي سي طبعا راح يقدرون يلعبوها البيتا اللي طلبوها، يعني البري اوردر، يوم 19 و20. اما اللي ما طلبوها بري اوردر، بيتا فري مفتوحة يعني الكل، يوم 21 و23، يعني من يوم 21 الى يوم 23 يقدرون يلعبوها. ان شاء الله فزتكم هذا الفيديو، وراح اخليكم رابط لصفحة الفيسبوك، هي صفحة كود. والسلام عليكم ورحمة الله. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.